هذه يمكن معلومة موجودة عند كثير مننا، أنه أصلا استخدام العقاقير الطبية لفترات طويلة لا أثر دائما على الكلى والكبد. فهل هذا الشيء ينطبق اليوم على كل المسكنات وتحديدا على الأطفال في حال استخدامها بكثرة؟ طبعا شيء أكيد. يعني مادة الدكلوفيناك أو خلينا نقول الإيبوبروفين يمكن تأثر على الكلى أكثر، مادة الباراسيتامول تأثر على الكبد أكثر، لكن إذا أخذت بجرعات معينة بعدد 4 مرات في اليوم مو أكثر، إن شاء الله ما في أعراض جانبية. الأعراض الجانبية الأكثر شيوعا واللي نشوفها، اللي أكيد كلنا شفناها عند خاصة عند الأطفال، اللي هو الاستفراغ الله يكرمك أو الغثيان بعد ما يأخذ خافض الحرارة. لكن توصل لمرحلة أعراض جانبية متقدمة نادرة جدا إذا أخذت بإجراءات معينة.